بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة، أيتها السيدات، نرفع الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى لنطلب منه أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، ونحمد الله تعالى على أن استوفينا رمضان، ونسأل الله تعالى أن يتقبلنا مع المقبولين، وأن يسترنا مع المستورين، وأن يحقق لنا الرجاء المبين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونسأل الله أيضا أن يرفع الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن على الأمة الإسلامية قاطبة وعلى الجزائر خاصة، وأن يجعلنا في أمانه وضمانه. وكل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك سعيد، جعله الله تعالى عيدا يتجدد بالأمان الطيبة والصحة والعافية والهناء. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.